أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع ازدواج قناة السويس أسهم في زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملحي. وفي كلمة له خلال افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس، أوضح الرئيس السيسي أن قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا. اللي بيتعمل ده النهارده، طب ده حركه المفروض ان في ركود عالمي بقى. طب ازاي النهارده ركود عالمي والسنه اللي فاتت ومع كورونا ولا ده، ودلوقتي حجم الدخل كده؟ لان في اعتبارات اخرى بتدرس، في هنا كيان جوه الهيئه بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركه التجاره، ومش بس كده، وتكلفة النقل، عشان في الاخر يقول لي رسومنا كذا كذا. تاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هي قناة السويس، يعني المليارات اللي بتصرف منين دلوقتي؟ الدولة. من دخل قناة السويس.